ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. أهلا بكم سيدي. يا أهلا وسهلا بكم أستاذ يحيى. كيف يفسر هجوم ميليشيا القبعات الزرق على المتظاهرين بالسلاح الأبيض في ساحة التحرير على الرغم من حديث الصادر عن حله للميليشيا؟ مجموعة ما تسمى ميليشيا القبعات الزرق هم خليط من ميليشيا جيش المهدي والعصائب وبدر وخراساني والنجباء وبقية الميليشيات الخارجة عن القانون والتي تجمعت تحت مسمى القبعات الزرق وبقيادة مقتدى. هذه الميليشيا هي ما تقف بوجه التظاهرات وتسعى لوئد هذه التظاهرات طالبة بحقوق الشعب العراقي، ولم تألو جهدا يوم من الأيام من أن تنال من هؤلاء المتظاهرين بارتكاب الجرائم سواء القتل أو الاختطاف أو الرمي العشوائي على جموع المتظاهرين في ساحة التحرير ونجف والبصرة. لذلك جاء هجومهم اليوم هو مكملا لعمليات الإجرام التي قاموا بها طوال تواجدهم في هذه الساحات ومحاولة اختراقها، وأجل ثني الجماهير المنتفضة من البقاء في أماكن اعتصامها بعد أن هال بقاؤها إلى حد الآن ولمدة أكثر من 4 أشهر وهي مطالبة بحقوق الشعب العراقي. تريد انتزاع العراق من براثن ومخالب اللصوص الفاسدين الذين تسلطوا عليه في غفلة من الزمن وفي ظل الاحتلال، وأوصلوا العراق إلى ما هو عليه من التخلف والتخريب والتدمير وجعلوه دولة فاشلة بكل المقاييس. والإفعال لكن كيف يمكن قراءة حديث الصادر عن حله لهذه الميليشيا، وهل يعتبر ذلك موقف من مواقفها الكثيرة التي المثيرة للجدل والمتناقضة أيضا؟ إصدار الصدر قرار حل هذه القبعات بعد أن تحملت هذه القبعات مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في النجف وفي البصرة وفي الناصرية وفي بغداد، فأراد الصدر في هذه المرة خوفا من أن يحال كمجرم حرب أو إلى الجنائية الدولية أو أن يشمل بقانون الإرهاب، أراد أن يتخلص منها فقط. أما هي تمارس إجرامها تحت مسمى آخر، هذا هو المطلوب. أما هو لم يقل لها لا تمارس الإجرام، لا، هو أنزعها القبعات الزرق فقط لتمارس إجرامها حتى لا تكون عليه مسؤولية كما هو يتصور. أما تلك الجرائم التي ارتكبت فهي بأوامر مباشرة منه وبعلم سواء الرأي العام المحلي أو الدولي، فهو يعرف بأن مقتدى الصدر تبنى هذه القبعات ومارست إجرامها وأصدر بيانات حول ذلك، وهو من سعى لاحتلال مواقع المتظاهرين من أجل تمرير صفقاته السياسية، ولكن رأى أن الوقت يسير لغير صالحه فأصدر عملية حق هذه القبعات متصورا أنه سوف يتخلص إجرامها، ولكن أيضا هي تمارس الإجرام من دون أن تلبس هذه القبعات. ما تقييمكم للاستجابة الكبيرة للدعوة التي أطلقتها الحركة الطلابية في تظاهرات ثورة تشرين في البصرة؟ الطلبة دائما هم عماد الثورة وهم عماد الانتفاضة وهم رجال المستقبل وهم الساعين من أجل مستقبلهم، لذلك هذه الاستجابة كانت واضحة وظاهرة ولهم الدور الرئيسي والكبير من أجل تأمين مستقبلهم ومستقبل الأجيال من بعدهم. لذلك يجب أن يكون هناك استجابة كبيرة من قبل الطلبة الذين رأوا بأم أعينهم أن لمدة 16 عاما لم يحظى بوظيفة إلا أن انتسب إلى تلك الأحزاب
أو هذه التكاتين التي جاءت مع الاحتلال من أجل سرقة ثروة الشعب العراقي ومن أجل تخريبه وتدميره وارتهان قرار لصالح القوى الأجنبية الطامعة للعراق. في ظل هذا القمع المرتكب ضد المتظاهرين ومنهم الطلاب، هل تعتقدون أن استهدافهم يمكن أن يثنيهم عن مواصلة هذا الحراك الشعبي وتحقيق أهداف الثورة؟ الثورة قد أخذت مدايات ولا يمكن أن يتراجعوا أبدا، وإن الطلاب هم أحد الأركان الرئيسية في هذه الثورة، ولا يمكن أن يتراجعوا أبدا بعد أن أحصوا هذه الدماء الطاهرة الدفية وآلاف من الجرحى والمعوقين. لذلك هم مصرون على انتشال بلدهم وعلى تحقيق أهدافهم وعلى مستقبل لهم والأجيال القادمة. أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، كنتم معنا عبر الهاتف.